رونالدو سي ار 7، الحلول، المهارات، حلول التسديدات، الحلول لدى اصحاب المواهب، اصحاب المهارات، احسن لاعب في العالم 2008 كريستيانو رونالدو. هي هو سي ار 7 يطلق كوره، لكن ايه تخدع الحائط البشري المتواضع، والحارس مانو وريرا لم يصدق بان كره كريستيانو رونالدو مرت. الاسم والرهبه كان لهم دور في هدف التقدم في الدقيقه 52. النادي الملكي ابدا ابدا لا يتوقف، النادي الملكي ابدا في رحله الانتصارات في هذا الموسم، وهدفه الخامس في الليجا، ويطارد ميسي 7 وديو كوستا 7 لاعب اتلتيكو مدريد. بص شوف الحائط البشري اتفتح ازاي، والحارس مانو هيريرا المتواضع في هذه الكره، في هذه اللقطه عامله بانده صعبه، عامله البانده الصعبه، والحارس يحاول يلحق، لكن رونالدو الهدف الخامس ليه في هذا الموسم في اطار الليجا، بعد ما سجل في لقاءات الليجا في مرمى اتلتيك وهدفين في مرمى ختافي، وكان سجل في مرمى فياريال، ولا ننسى صاحب هاتريك في مرمى فريق جلطة سراي. 5 اهداف سي ار 7 يسجل في هذه اللحظة.